بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه دائما دينا. ما بعد، سعدت اليوم أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام. من اسمه الكريم؟ محمد بن خلفان في المباركة القهمرية. الأخ حمد، ما شاء الله نعجب حقيقة بهذا المشروع الذي تديره أنت والأخ العزيز يعقوب مسلمي. ما اسم المشروع بداية؟ والله هي اسم المقصدة، أول شيء اسم المشروع الخبرات الفنية العالمية. جميل. اسم المقصدة طبعا هي ون كليك. استخدمنا الاسم من المعدات، لان المعدات عندنا على طول تضرب زر وعلى طول تشتغل، هي مختلفه من مسمى من المعدات طبعا. جميل. من ابرز الخدمات اللي تقدموها للناس؟ والله هي الخدمات طبعا نقدم لهم غسيل الوضوء، طبعا غسيل الجاف هو التراكي معروف يعني، وغسيل السجاده، عندنا ثلاث انواع من الخدمات نقدمها للناس يعني. وطبعا احنا المعدات عندنا طبعا معدات صحيه يعني، ايضا جايبينها طبعا من ايطاليا، كل المعدات من ايطاليا. وبالاضافه الى السجاده هي طبعا من تركيا، معروفه يعني معروفه عالميا يعني، تقوم بغسيل السجاده. ما هي رسالتك ونصيحتك لمن يفتح مثل هذه المشاريع؟ والله هي انا اقول ان المشروع يجي لها. نعم. المدير الاداره طيبه وكل حاجه يجي منها يعني رزق. لماذا ترى ان مشروعكم تميز عن الاخرين؟ والله الحين مثل ما شفت انت الحين جوة خيمة او بتاع المغسلة والناس كانوا ما كان، احنا لو نقول يمكن قد يكون مبالغة او قد يكون واحد يمدح مكانه، لكن كل واحد يشوف يجي يفضل انه يكون يشوف مكانه عشان يكون على بينة وعشان يكون ايضا على ثقة، ما مجرد كلام بس انه والله نحن عن مكان كذا او عندنا غسيل كذا، ما في، من حق الزبون يجي ويطلع على المعدات ويشوف. نعم. عين الواقع ما هو برد الكلام يعني، والحمد لله رب العالمين سرقوا شراكه الهنديه يجي ويمر زائر المغسله وينعقبه في مكان وكل حاجه، وهذا هو اهم شيء راضي الزبون علينا بهذا الطريق اللي احنا نقول تفضل شوف المكان في الحاله. نعم، جزاك الله خير حقيقه، سعدت بالتعرف على هذه التجربه، وصلى الله لكم التوفيق والنجاح. الله يجزيك الخير ان شاء الله، وشرف كبير لنا. انا ان شاء الله، بارك الله فيك. الله يحفظك. طيب. جزاك الله خير، بارك الله فيك.